وفي مجال الشغل والتشغيل أكثر من 3000 منصب شغل جديد سيتم استحداثه بولاية المسيلة، وهذا من خلال الاستثمارات والتحفيزات الممنوحة. الروبورتاج لنعيم الويوات. قد تصبح ولاية المسيلة مستقبلا حاضنة لمشاريع اقتصادية كبرى حسب الطلب المتزايد على الاستثمار في قطاعات حيوية كهذه المؤسسة التي تعد الأولى إفريقيا. يعني البنوك الوطنية، يعني البنوك الوطنية ما عندها رغبة أنها تمول مصنع مثل هذا اللي هو من أكبر مصانع إفريقيا، واللي هو مثلا يصدر بضاعة لبريطانيا ولفرنسا ولتونس، واللي عنده يعني وصل إلى 420 عامل. تمويل المواد الأولية والهاي، لأنه جميع الاستثمارات اللي قمنا فيها هون داخليا كانت من فلوسنا الخاصة. ورغم ذلك تسعى مؤسسات أوروبية لنسج شراكة في صناعة الألمنيوم. قرارات الحكومة الأخيرة مشجعة لمناخ الأعمال فيما يتعلق باستحداث اختصاصات مهمة في السوق الجزائرية، ونرغب بقوة للتموقع فيها. أكثر من 130 مستثمر تحصلوا على الموافقة مؤخرا بعد دراسة دقيقة لملفاتهم.